متتبعي الكرام، إليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1609 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفي عدد إجمالي المصابين بفيروس إلى 49247 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على النتائج السلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغت 1,665,336 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 817 الحالة. وتم التأكد من 1,393 حالة شفاء إضافية، لتصل حصيلة الإجمالية التعافي إلى 34,199. وتهيب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، أعيد عليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1609 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 49,247 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 1,665,336 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 817 حالة. وتم التأكد من 1,393 حالة إضافية، لتصل فيها الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 34,199. وتهيب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذت السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شوف تيفي، كنت مع الحصيلة اليومية، استودعكم الله.